باشا. عفوا باشا. السلام عليكم. سلام. الاتوبيس اللي طالع الفجر ان شاء الله؟ لا حضرتك، السواق بيشرب شيشه في القهوه. شاكرين يا اسطى. مساء الفل على برنس السوبر جيت. يا اهلا وسهلا. السواق اللي طالع الفجر ان شاء الله؟ ايوه. وتوصل قماصه الساعه كام يا باشا؟ 9. بالسلامه ان شاء الله. واسمك كريم؟ عوني. عاشت الاسامي. اخوك سيد ابو الليف. قصدك في خدمه انسانيه يا استاذ عوني. لا ما تفهمنيش غلط، لا. دول 3000 جنيه. عدهم لو عايز. والساعه 9 بالثانيه هتقابلك واحده اسمها ورده. هديها اسمك ورقم الاتوبيس. بس الله يخليك، اوعى تديها الفلوس غير لما تشوف بطاقتها الاول. اديك عارف الناس اليومين دول. موبايلك بقى عشان اديهولها تبعك في الطريق. بقول لك ايه، انت شكلك سمح وابن حلال وعرفت كل حاجه. السلام عليكم. يا عم انت سيد ابو الليف اؤمر. عمال تقول لي الناس في شده وظروف الناس واولاد الحلال واولاد الحرام. طب انا فين؟ انت ما تعرفش الثواب اللي هتاخده، ده الناس اللي رايحه لها الفلوس. يا لو عم تعرف كرهتني في ام الناس. اب بقى بالتلاتينية وخلصني. يا نهار اسود، بقى بتضحي بثواب عشان 30 جنيه؟ اموت واعرف تركت الغردقه وصلت لك ازاي. خد ادي ال 30 جنيه وهات رقمك بقى يا برنس التناكه. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. قدامك 10 دقايق تلبس وتجهز وتبقى في الجنة بسلاحك عشان عندك مأمورية مع المدام في مصر. الساعة كام يا باشا؟ مفيش وقت، طريقكم 8:30. ما تنساش تاخد رخصة السلاح معاك. حاضر يا باشا. سيد. أه يا باشا. صباح الخير يا فندم. وانت بتستقبل الهدف اللي بتحميه وبتفتح الباب العربية يا سيد، عينك ما تبقاش عليه، عينك بتبقى على الناس اللي ممكن يكونوا في المكان في لحظة ركوب الهدف. اطلع. وانت في العربية بتطمن على الهدف بترفع عينيك في المراية، عينك التانية على الطريق، يمينك وشمالك ووراك، عشان لو في عربية رصداك أو بتراقبك تلحق تتصرف. بعد ما تنزل من العربية وقبل ما تفتح الباب العربية، عينك بتمسح المكان اللي هتنزل فيه مسح سريع. وبرضه وانت بتفتح الباب للهدف، تخلي جسمك قدامه من الناحية اللي ممكن حد يحاول يصطاده منها. لو في سفرية بالطيارة يا سيد، في المطار هتسلم المسدس والرخصة بشكل عادي جدا يا سيد. هما بيسلموها للطيار، وأول ما هتوصل مصر بالسلامة هيسلموها لك تاني على طول. عايز حاجة تانية قبل ما اخرج؟ خلي بالك على نفسك. خليها على الله. قولي كلمت المحامي؟ طلبته بس مش هينفع يقابلك الصبح كده، بيبقى عنده جلسات في المحكمة. مفيش مشاكل، اخرج دلوقتي اجيب الفلوس وارجع بعد الظهر اقابله. والنبي اختك دي مش مكسوفة من نفسها؟ يبقى راجلها في دقيقة كده وعاملة ودن من تين ودن من عجين، واختها اللي مالهاش علاقة بالموضوع رايحة جاية كده. يلا كل واحد عاجبه عقله، يا دوبك الحق اروح وارجع قبل ما تصحى. سلام. سلام. على فين يا هنا؟ مصر الجديدة، شارع عمر بن الخطاب. سوري اتأخرت عليكي. ميرسي بجد، مش عارف أقول لك إيه. تصدقي أول مرة أنام بجد أحط دماغي على المخدة ما أحسش بحاجة. ما كنتش بعرف أنام من ساعة ما جيت مصر. أنا مش جاية عشان تشكرني.
انا جايه عايزه اعرف هنتحرك امتى. استعجال تاني؟ تاني استعجال؟ هستنى لحد ايه؟ يا باسم انا بابا مد ايده عليا. عايز نستنى لغايه ما الهنم ومن المحروس تطردني من البيت؟ ما المحمول اللي بعتهولي ده كان خلصنا من كل حاجه، لولا استعجال حضرتك وانك زودت الجرعه بوظت كل الموضوع. الجرعه اللي بعتها لك اتخلصنا منهم بالراحه واحده واحده وبشكل اضمن. خلاص يا باسم، اعمل محلول تاني خلصنا منهم هما الاثنين، والمره دي اوعدك هنفذ كل كلمه تقولها بالملي. ما ينفعش، كده هتبقى مكشوفه قوي، ويبان ان في حد من جوه الفيلا هو اللي بيعمل كده، وده في خطر عليك. يوه يا باسم، انا ما عنديش طولة البال اللي عندك دي. طب ما تيجي نعمل اللي فشل فيه الناس اللي حاولوا يخطفوا البيبي. هما كانوا عايزين يخطفوه ويطلبوا فديه ويرجعوه. احنا ممكن نخطفه ونطلب الفديه وما نرجعهوش. يا سلام، مالك بتتكلمي على الخطف ده كانه حاجه سهله قوي كده، وان الناس رايحين يخطفوا ابنهم دولت مستنيين عشان يخطفوا ابنهم يعني. انت مش قايله ان الست دي ماشيه بادي جارد من ساعه الحادثه، وان البادي جارد ده كمان شاطر في ضرب النار؟ لازم نهدى ونتكتك كده ونعرف ازاي ندوم الراجل ده. بسيطه، نشتري برضه. ما ينفعش، ولما يكشفنا قدام عمي وروحنا وانت في 60 داهيه ويطلع هو بطل الابطال، نعمل احنا ايه ساعتها بقى؟ خليني احاول يا باسم، خليني احاول، ولو حسيت ان هو ممكن يجي منه ده هيساعدنا في حاجات كتير. الساعه بقت 10 ويه، والسواق ميعاده الساعه 9 وتليفونه مقفول. ما عندكوش طريقه الله يخليك نوصل له بيها؟ ما تقلقيش يا نسا، ان شاء الله مش هيتاخر اكتر من كده. انا من شويه اتصلت بيهم وكانوا داخلين على مصر الجديده. تقدري حضرتك تستنيهم في الكافتيريا؟ لا، على ايه؟ اجيني مستنيه. يا نسا، اتوبيس لسه عاوز نواصل اهو. كتر خيرك، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتأخرت كده ليه يا استعاوني؟ ايوه هنا يا اسطى. وردة يا روح طيب يا سلام يا تاني مساء الخير. مساء النور. في حجز باسم مدام سالم الجرحي. فعلا يا فندم في حجز، بس هتستريحي دقايق بس لحد الكشف اللي جوه ما يخرج. اوكي ميرسي. مين بره؟